كل يوم الساعة 7 على شاشة الام تي في عم نكون مع اخترب الحي بحلقة جديدة دراما اجتماعية عم نتابع احداثها على شاشتنا. اما الليلة فرح نكون بعد الاخبار معنا المباشر من مهرجان اهدينيات لحفل قيصر الغناء قادم الساهر. خلينا نشوف نحن وياكم مشهد من اخترب الحي ونرجع نتابع. خيي شبعت كثير، خيي سامر تعال نقعد انا وياك هونيك بما انه انا خلصت اكل، تكل بخلص الستات. لا ولو بنسيرهم شوي بعدين بلحقك. مش منك مروق سامر؟ لا، مش بس مش مروق، ميت جوع، ميت جوع. ليك؟ انت مش بعت؟ ليش شو بدك تاكل بعد؟ هلا بصير وجعك بطنك. الله لا يعطيك عافية. لو قلت لك اني جاي طلع طوم مريم كون عم كذب لاني كنت ناطرك. بتصور نحن حكينا وخلصنا؟ حكينا بس ما خلصنا. بلا ما بصدق. بالنسبة لألي خلصنا. هلا كرمال غلطة صغيرة استغنيت عني بهالسهولة؟ لا كريمة، ما كانت غلطة صغيرة، لو غلطة أنا ما كنت زعلت، بس هيدا حياة بدنا نعيشها سوا، ما فينا نعيشها إذا أنت عم تفكر فيي هيك. كارول أنا بحبك، مش ممكن فكر فيك بطريقة عاطلة. بليز كريم، أنا ما عندي وقت لأقعد أحكي معك، بدي فوت طول شوي عند طنط مريم وبدي فل لأنه عندي شغل. مش قبل ما نحكي. مين؟ كارول. هودي شو أمي؟ هدول أغراض أختك. طيب رح طلعهم. خذ معك هذا الكيس. طيب أنا سيبك. أوكي. وأنا شو بدك تعطيني؟ بس هون. والكرتونة؟ بدي أعبي فيها أغراض بعد. مرسي أمين عزبتك. باي. باي. تسعة إلا ربع منكون على شاشة الام تي في مع حلقة جديدة من بلحظة، واليوم بولو فيم نستضيف نجمة العالم سينتيا خليفة، فكونوا على الموعد. أما تسعة ونص منكون معنا المباشر من إهدن، مهرجان إهدنيات بيستضيف الفنان الكبير قيصر الغناء قادم الساهر، بتكونوا عم تتابعوا كمان هالحفل مباشرة على شاشتنا. مواضيعنا عديدة بام تي في الايف، بعد لحظات بنكون مع ايت سمارت رح نحكي عن الصويا مع ناتالي ياغي، خليكن معنا منتبه احنا وياكن بعد هالوقفة ام تي في الايف.